مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، كنت فاكرة وانت تعملي المسلسل ده انه فعلا في حياتك هيكون 5 أزواج؟ والله هو انا اتجوزت اكتر من 5 يعني كم قبل ما مرة؟ اعمل زهرة، يعني وانت بتعملي مش فاكرة المسلسل كام، كنت متجوزة كم مرة؟ بتهيألي حوالي كان 4 أو 5. وبعد المسلسل؟ كملت. عجباني صراحتك. كملت الباقي. اللي هما كام؟ لا انت عايزة تديني عين ولا ايه؟ لا لا. حوالي ما شاء الله ما شاء ما الله، شاء الله يعني ما شاء الله ايه، 10 ما شاء 10 الله. 11 حاجة كده. مش عايزة اديك عين عشان عايزة كم. هتكملي؟ والله بصي انا خدت عين يا زهر. لا يعني دلوقتي انا مهتمه جدا جدا بروتانا والاحفاد، لو ربنا كرمني بانسان محترم بجد ويحبني بجد ويشوف غاده محمد عبد الرازق مش غاده عبد الرازق، ممكن افكر ان اعملها تاني.